شاشة الفروع المرتبطة. ويقصد بشاشات الفروع المرتبطة هو أنه يتم من الفرع رقم واحد فتح أكثر من فرع أو أكثر من شركة مستقلة استقلالاً كاملاً عن الفرع رقم واحد، لها عملياتها الخاصة بها، لها حساباتها الخاصة بها. السؤال كيف يمكن فتح الفروع؟ الإجابة يتم ذلك من خلال ما يلي. يتم الدخول الى السنة الماليه يتم الدخول الى رقم الفرع واحد الفرع الاساسي ثم رقم المستخدم واحد ثم كلمه السر يتم ادخالها ثم الدخول بعد ذلك الى اداره النظام الفروع الفروع المرتبطة نقوم بالضغط على زر الإضافة نقوم بإضافة رقم الفرع مثلا الفرع رقم اثنين نقوم بكتابة اسم الفرع أو اسم الشركة الجديدة مثلا شركة ندى التجارية نقوم بكتابة اسم الفرع الأجنبي اسم الفرع الأجنبي حقل اختياري ليس إجباري الغرض من هذه الحقول أنها سوف تظهر في أعلى الكشف أو السند عند طباعة تقرير خاص بهذه الشركة فإذا ما قمنا بكتابة اسم الفرع الأجنبي لشركة نداء نقوم بكتابته الآن نقوم الآن بكتابة عنوان الفرع الأجنبي أو العربي صنعاء ثم كتابة عنوان الفرع باللغة الإنجليزية ثم نقوم بإدخال رقم الهاتف رقم الفاكس إن وجد ثم صندوق البريد إن وجد ثم نقوم الآن بعمليات الحفظ نقوم الآن بعملية الحفظ الآن نخرج من الفرع رقم واحد ونقوم بالدخول إلى الفرع الجديد رقم اثنين فيتم في إدخال السنة المالية 2015 رقم الفرع اثنين رقم المستخدم واحد كلمة السر خاصة بنا واحد مثلا ثم موافق دائما وأبدا عندما تفتح فرع جديد أو شركة جديدة سوف تظهر لك الرسالة الظاهرة أمامكم تنبيه يجب أن تحدد العملة المحلية ويقصد بالعملة المحلية للنظام هي العملة الأساسية أو الرئيسية للنظام، بمعنى جميع تقارير الحسابات الختامية الخاصة بالشركة سواء الميزانية العمومية أو الأرباح والخسائر أو ميزان المراجعة سوف تظهر بالعملة التي نختارها نحن، فإذا ما اخترنا مثلا العملة المحلية ريال معنى ذلك أن الميزانية العمومية الأرباح والخسائر ميزان المراجعة سوف تظهر عند طباعتها بالريال كذلك العملات الاجنبيه كالدولار والريال السعودي والدرهم سوف يتم تحويلها من خلال سعر الصرف الى العمله الرئيسيه الريال اما كيف يمكن حل واضافه هذه الرساله او هذه العمله المحليه ما عليك الا الضغط على موافق سوف يظهر هذا الجدول الخاص بالتنبيهات نقوم بالضغط على خروج ثم نذهب الى إدارة الحسابات، نلاحظ ظهور الرسالة مرة ثانية. تنبيه يجب أن تحدد العملة المحلية. نقوم بالضغط على موافق. نذهب إلى تهيئة النظام. العملات. نقوم بالضغط على زر الإضافة. ثم نختار العملة المحلية. ثم نكتب مثلاً اسم العملة المحلية ريال يمني مثلاً. رمز العملة رائع أو واي آر حسب الاستخدام. الفكه حق اختياري ليس اجباري فيلز ثم نقوم بعمليه الحفظ الان اذا ما اردنا مثلا اضافه عمله اجنبيه يتم الضغط على زر الاضافه ثم نختار عمله اجنبيه نلاحظ ظهور سعر الصرف الخاص بهذه العمله ونقوم بكتابه الاسم دولار مثلا ثم رمز الدولار الفكه حق اختياري سنت سعر التحويل 215 أعلى سعر تحويل، أدنى سعر تحويل، حقل رقابي ليس إجباري، الغرض منه هو أن نقوم بتحديد مبالغ معينة لسعر التحويل بحيث لا نتجاوزها كزيادة أو لا نتخطاها كنقصان، فمثلاً أعلى سعر تحويل 220، أقل سعر تحويل 210. ثم نقوم بعملية الحفظ. فإذا ما أردنا مثلاً إضافة ريال سعودي، إضافة، عملة أجنبية، ريال سعودي، راسين أو آر إس. هللا سعر التحويل ثمانية ثم نقوم بعملية الحفظ نستطيع الآن استعراض العمولات من خلال الس... السهم الأزرق نكون بهذا قد حددنا بيانات العمولات الخطوة الأساسية الثانية عند فتح الفرع الجديد الذي قمنا بفتح شركة نداء هو يتم الدخول إلى النظام الفترات المحاسبية ويتم إدخال الفترة المحاسبية أو فترة تشغيل النظام ما عليك إلا أن تقوم بالضغط على زر الإضافة وإدخالها بالشكل الظاهر أمامكم من شهر 1/2015 إلى شهر 12/2015 أو حسب الفترة المحاسبية الخاصة بهذا الفرق، فبعض الشركات لا تبدأ من شهر 1 مثلا تبدأ من شهر 3. فيتم إدخال من شهر 3 إلى شهر 12، بعض الشركات لها فترة محاسبية متداخلة بمعنى تبدأ في منتصف 2015 مثلا في شهر 5/2015 وتنتهي في شهر 5 أو 4/2016 وهكذا. الخطوة الثالثة بعد إدخال الفترة المحاسبية هو أن يتم تحديد عملة المخزون. فيتم الدخول إليها من إدارة المخزون، تهيئة النظام، عملة المخزون. ويقصد بعملة المخزون هي العملة الخاصة بتقارير المخزون مثلا. عند طباعة تقرير مخزون أول المدة أو الرصيد الافتتاحي، وتقرير مخزون آخر المدة أو الكميات المتبقية والمتوفرة من الأصناف، أو عند طباعة التقرير الخاص بحركة المخزون، أو عند تحديد تكلفة الأصناف أو متوسط تكلفة الأصناف، سوف تكون بالعملة التي نختارها نحن. فإذا ما اخترنا ريال، فمعنى ذلك أن جميع تقارير المخزون سوف تكون بالريال. سؤال: هل ممكن أن تكون عملة المخزون مختلفة عن عملة؟ النظام المحلي الاجابه نعم قد تكون العمله المحليه الرئيسيه للنظام ريال اي ان عمله تقارير الحسابات الختاميه الارباح والخسائر الميزانيه العموميه ميزه الميزان مراجعه بالريال بينما عمله المخزون قد تكون بالدولار حسب سياسه الشركه فيتم اختيار عمله الضغط على زر اضافه ثم اختيار ريال ثم نقوم بعمليه الحفظ نكون بهذا قد اوضحنا كيف يمكن فتح شركه جديده أو فرع جديد إذا ما أردنا مثلا إضافة شعار لهذه الشركة ما عليك إلا الدخول إلى إدارة النظام الفروع بيانات الفرع الحالي نلاحظ ظهور البيانات التعريفية التي تم إضافته عند فتح فرع جديد نستطيع كذلك تعديل هذه البيانات في الوقت الذي نريد ما عليك الضغط على زر التعديل ثم كتابة البيانات الجديدة التي تريد أما إذا ما أردنا مثلا إضافة شعار جديد أو العلامة التجارية الخاصة بالشركة نجعل مؤشر الموز في وسط مربع الشعار نضغط بالزر الأيمن أو الأيسر مرتين ثم نحدد المكان الملف المجلد أو القرص الذي يحتوي على الشعار مثل قرص C ثم نقوم باختيار الشعار ثم نقوم بعملية الحفظ الآن إذا ما أردنا استعراض هذه البيانات نستطيع استعراضها من خلال الدخول إلى سندات الصرف القبض فواتير المبيعات سندخل مثلا إلى إدارة الحسابات المدخلات الأساسية الدليل المحاسبي طباعة الدليل طباعة نلاحظ ظهور البيانات التعريفية الخاصة بشركة ندى وظهور الشعار الخاصة بهذه الشركة نكون بهذا قد أوضحنا كيف يمكن فتح فرع جديد كيف يمكن إضافة العملات والفترات وعملة المخزون كيف يمكن إضافة البيانات التعريفية الخاصة بالشركة كيف يمكن إضافة الشعار بعد ذلك تستطيع استخدام هذا الشركة أو هذا الفرع من خلال تهيئة النظام التهيئة الصحيحة التأشير على المتغيرات بشكل صحيح القيام بعمل إدخال الدليل المحاسبي والأصناف والمجموعات بحيث تكون قد هيأت النظام وقمت بإدخال المدخلات الأساسية كي تستطيع تنفيذ عمليات والحصول على تقارير مختلفة